السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيفاش دايرين؟ لاباس الحمد لله. اليوم جيتكم بفيديو باش تسافروا معايا، اللي ما سافرش نونسي في فرنسا يجي معايا. هنايا لوبيرا، وهنايا لوتيل الفندق اوتيل دو لا رين اللي مشهور، والاثمنه شويه باهظه. شوفوا ما شاء الله، وكيطلعوا للتيراس في السطح ديالو وكيشوفوا لا بلاص، كيكون منظر اخر. وهذه جماعه ديال نونسي، لاميغ ديال نونسي. وهنا كاينين لي ريستورون والمطاعم. شوفوا ما شاء الله، اليوم الشمس والناس بزاف بزاف، ولاو كيخرجوا بزاف. ودي فوا ما كنلقاوش البلاصه باش الا بغيتوا تشربوا شي حاجه ولا تاكلوا شي حاجه، ما كتكونش البلاصه. مع الكوفيد الناس كانوا في الديور، ودابا ملي ولاو يخرجوا ولاو يبغوا يتبرعوا مع راسهم. هنايا هذا ستاتيو، هذا ديال لوغوا دو ستانيسلاس، ما شاء الله. وهاد لا بلاص كتميز بانها جات الوسط المدينه، وكاينين لي بوغ البيبان، كل باب فين كيدي. هاد الباب كيدير ليه، هاد الباب اللي كتشوفو كيخرجك لواحد الحديقه اللي كبيره وجميله سميتها لا بيبينيير. وكاين باب اخر اللي كيخرجك على لا فيي فيل، المدينه القديمه اللي فيها الريستورون، فيها المطاعم، انواع من المطاعم، وكيجيو ليها التوغيس بزاف. غير مع هاد الكوفيد هي با بوكو دو موند. وكاين فيها جوج نافورات، انا غنوريكم النافوره كيفاش دايره. هي عندها تاريخ ما شاء الله. وهاد الساحه هاد البلاصه ستانيسلاس كتميز من اجمل لي بلاص في اوروبا وفي فرنسا. وهنا ما عندهمش الحق، غير المارين ما عندهمش الحق السيارات يدوزوا من هنا ما شاء الله. وهذه لوبيرا ديال نونسي. انا غنقرب ليها شويه باش نشوفو مزيان ان شاء الله، نكون صورت مزيان بحال معايا. وهذا اونفاس لوطيل، لوطيل اللي سميتو اوتيل دو لا رين، فندق كيكون شويه غالي. الناس ولاو كيخرجوا بزاف، حيت دابا ولاو حتى 9 ديال الليل. ان شاء الله كيبان لكم مزيان. فوالا وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ودعموني باللايك وشكرا.